السابعة مساء من أخبار المملكة وفي العناوين. يوم لانتهاء الهدنة ومعارك طاحنة في اليمن. أمانة الرياض تتصدى لظاهرة البيع العشوائي. ومعنا أيضا الباحة تستعد للصيف بخمسة مهرجانات سياحية. وأيضا للعام الثاني على التوالي العالمي يحتفل ببطولة الدوري السعودي. قريبا أول مدينة صديقة للأطفال في المنطقة الشرقية. مرحبا بكم. تتصاعد المعارك الشرسة في اليمن منذ لحظة اختراق الهدنة من قبل ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع صالح، إذ دارت معارك طاحنة بالأمس على مشارف مدينة عتق، إذ أحرز خلالها مقاتلي المقاومة الشعبية الجنوبية تقدما نحو المدينة، كما شنت المقاومة الشعبية الجنوبية تقدما نحو المدينة كما شنت المقاومة عددا من الهجمات العنيفة على مواقع تمركز الحوثي في المنطقة. يأتي ذلك فيما أعلن مشائخ القبائل بشبوة عن عزمهم تطهير المنطقة الجنوبية ككل من ميليشيات الحوثي وأعوانهم. على صعيد آخر، تنتهي غدا الأحد الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي والتي حرصت فيها على ضبط النفس في ظل الاختراقات الحوثية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهواء مباشرة الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية. أهلا بك دكتور أنور. دكتور أنور، ما هي قراءتك أو توقعاتك لأي مستجدات قد تطرى بعد انتهاء المدة الزمنية للهدنة يوم غد؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. طبعا سوف تنتهي هذه الهدنة. هذه الهدنة خلالها لم يلتزم الحوثيون بشكل كامل، وإنما بدأوا أيضا استمروا في بعض الأماكن بخرق هذه الهدنة، ولكن كانت أيضا القوات تتصدى لهم، ولكن مع ذلك استطاعت الجوانب هذا المنظمات الإنسانية أن تتحرك داخل طبعا المنطقة. لا شك أن لا تزال عاصفة الحزم مسيطرة على الأجواء، مسيطرة على الموانئ، وقد يعني خفضت درجة الاستعداد لدى الحوثيين ولدى علي عبد الله صالح المخلوع إلى درجة 25%، أصبحوا 25%، ولكن لا يستطيعوا أن يقاوموا مدة طويلة. ولكن المملكة التزمت أكثر، هي ودول حاد تحالف، لسبب الجوانب الإنسانية، وإن كانوا هم لم يلتزموا كليا بهذا العمل، ولكن هم أرادوا أن يحصلوا على مواقع على الأرض ويفرضوا الأمر الواقع. لكن أيضا بدأت طبعا المنظمات الشعبية أو بدأت في مقاومتهم وعدم تمكينهم من استثمار هذه الهدنة لصالحهم. نعم. وتفضل. تفضل دكتور. أي وطبعا ولم تمكنهم، وبدأت الآن تطردهم من المواقع سواء من عتق أو من غيرها. والآن نحن نعرف أن جماعة طبعا شبوة هم من العوالق العليا والسفلى، وهم أشداء ويدافعوا عن أنفسهم وعن مدنهم، مع أن الجيش بأكمله كان مع عبد الله صالح ولا يزال مع عبد الله صالح، لكن شوكته قد انكسرت بفعل طبعا الأعمال الجوية. فإذا التزموا فعلا بالهدنة وعادوا مرة ثانية إلى الهدنة، فإن القوات سوف تعطي لهم الفرصة، وإذا لم يتوبوا فإنهم سوف يلقون جزاءهم. جيد دكتور، مع كل هذا الحراك على أرض الواقع، فقط للإيضاح يعني وفقط لتكون الصورة واضحة للجمهور، هل دول الخليج الآن في مواجهة مع معتقد ومشروع سياسي لدى الميليشيات الحوثية وصالح، أم أنها أمام مد حقيقي قائم على أسس طائفية بشكل أساسي؟ الحقيقة ليست تقريبا كلها مشاكل طائفية، وإنما هي مشاكل سياسية توظف الجانب الطائفي في هذه العملية. الحوثيين يريدون إعادة الإمامة طبعا تحت رايتهم هم وليس تحت راية آل حميد الدين. علي عبد الله صالح يريد
أن يكرس الوضع القادم كله ليكون هو الرئيس وابنه الرئيس أيضا. نعم الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، شكرا جزيلا لك. بهدف التصدي لظاهرة البيع العشوائي في كافة أحياء العاصمة ووقف الإزعاجات والضوضاء البيئي الناجم عن انتشار الباعة المتجولين، نفذت فرق أمانة الرياض حملات رقابية تفتيشية على الباعة المتجولين أمام عدد من الجوامع والمساجد، وعملت على إخلاء 12 موقعا ومبسطا عشوائيا لبيع الخضار والفواكه وعدد من البضائع الأخرى، واحتجزت عربات جائلة وصادرت بضائع ومواد غذائية سلمت جميعها إلى الجمعيات الخيرية بالمنطقة. في محاولة للتعبير عن الاهتمام بحاجة الأطفال وتلبية تطلعاتهم الاجتماعية والخدمية وتعديلها بما يتلائم مع طموحاتهم في المنطقة الشرقية وتحديدا في محافظة القطيف، قدم أعضاء المعهد العربي لإنماء المدن طرحا مفصلا عن مشروع المدن الصديقة وأهمية وجود هذه المدن ضمن الطرح العمراني، وشدد الأعضاء خلال اجتماعهم على ضرورة تعاون الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص بصورة تحقق نتائج مثمرة في تخطيط المدينة وجعلها ملائمة وصديقة للأطفال بشكل أكبر. يعتبر ملتقى إثراء الشباب مبادرة ريادية ضمن مبادرات شركة أرامكو السعودية، هذه الفعالية جاءت في ختام فعاليات إثراء لاب في المدينة المنورة. كيف كانت هذه الفعالية وأحداثها؟ على رفيق يرويها لنا. ملتقى إثراء الشباب الذي يقدمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إحدى أبرز مبادرات أرامكو السعودية، ويعقد الملتقى على مدى ساعتين حيث يجتمع نخبة من نجوم الإعلام الجديد وعلى رأسهم ياسر بكر، محمد بازيد وعبد المجيد الكناني. حقيقة إحنا سعداء جدا الليلة بأن تحتضن المدينة المنورة ملتقى إثراء الشباب التي تنظمه أرامكو من خلال مركز الملك عبد العزيز. المادة التي قدمت والإبداع الذي استعرضناه اليوم مستحق للمدينة المنورة، وقادرين شباب المدينة والمملكة على أدائه والاستمرار في أدائه والتميز فيه. كما يستعرض مجموعة من الشباب المهتمين بالأدب والفكر والمسؤولية الاجتماعية مواضيع تتحدث عن الشباب وآمالهم، وكذلك الفرص والتحديات التي يواجهونها في الوقت الراهن. هذا النوع من الملتقيات اللي يجتمع فيها أعداد كبيرة من الشباب بالتأكيد تأخذنا نحو التدافع للأفضل، كل أفكار كذا تجتمع بحيث أننا نطلع أفكار جديدة، أفكار خلاقة، أفكار إبداعية. الشاب السعودي الآن استطاع يثبت أنه خلاق ومبدع، يقدر يطلع أفكار ويفكر خارج الصندوق. أمسية شبابية فريدة من نوعها، ملتقى إثراء الشباب، لبرنامج أخبار المملكة على رفيق المدينة المنورة. تتزين سماء الباحة بإطلاق 5 مهرجانات سياحية بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك، أولى هذه المهرجانات صيف الباحة الذي من المنتظر أن ينطلق منتصف شعبان القادم، أما أن ينتهي حتى تبدأ فعاليات مهرجان صيف بالجرشي وصيف المندق وصيف القرى، والختام سيكون بمهرجان العسل، وستشتمل الفعاليات على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية. امتدادا للاهتمام الأكبر الذي توليه كافة المؤسسات لفئة الأطفال وذلك من خلال إكسابهم المهارات والخبرات منذ الصغر، ومن تلك المؤسسات إدارة التعليم بمنطقة الرياض التي أرادت هي الأخرى أن تترك بصمتها عبر معرض إنتاجي، إذ قامت بتقسيم طلاب المدارس وتوزيعهم على شكل مؤسسات وشركات افتراضية تتعامل مع هذه المنتجات كما في الحياة الواقعية. أحمد العبد الكريم يروي لنا التفاصيل. معرض إنتاجي هو سوق افتراضي لبيع وشراء المنتجات الطلابية، بحيث يتشكل الطلاب على شكل مؤسسات أو شركات لإنتاج صنف أو أكثر من الأصناف الاستهلاكية. لاحظنا حقيقة بعض المشاريع الإنتاجية من قبل أبنائنا الطلاب مشاريع رائعة بل مميزة، استوقفتنا كثيرا أعمال ربما إن في الأصل نستصعبها، ولكن حقيقة وجدناها يعني أعمال أبنائنا ربما في السن 16 و17 يعني يستطيعوا أن ينجزونها. تم عمل تأهيل شامل للمشاركين بتقديم برامج تدريبية شملت دورات في التسويق والأمن والسلامة
وكذلك دورة في التعامل مع الإعلام الجديد وإدارة الهوية للشركات. أنا طلاب من خلال هذا البرنامج، برنامج إنتاجي، يعني شارك فيه فقط الآن في المعرض أكثر من 100 طالب، 35 معرض موجود داخل السوق. وجدنا يعني الحقيقة إبداعات من أبنائنا الطلاب. إحنا نبيع هنا توصيلات، نجمع توصيلات، نأخذ من الوكيل، نشتري بالجملة من الوكيل، ونجي هنا نركبها، نشتري الأفياش، القطع، نشتري المعدات كلها، ونجي نركبها هنا، نسوي 3 متر، 5 متر، 10 متر وفوق، أنت تطلب على حسب الرغبة. معرض إنتاجي هو بادرة من إدارة تعليم الرياض لتنشئة جيل من رواد الأعمال. لبرنامج أخبار المملكة، أحمد العبد الكريم، الرياض. في عناوين أخرى تهمك؟ أكيد، نتابع. أدرجت إدارة جامعة طيبة في المدينة المنورة شرط التطعيم بجرعتي اللقاح الثلاثي الفيروسي، مع التعهد بذلك من خلال تعبئة البيانات بموقعها الإلكتروني ضمن شروط الأكاديمية الأخرى للقبول في الدبلوم التربوي للتخصصات المتاحة للطلبات بالمدينة المنورة وينبع والعلا. أوضح الملحق الثقافي السعودي الدكتور محمد العيسى أن إنهاء إجراءات ضم الطلبة السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية لن تتجاوز 4 أسابيع. أكد وزير الخدمة المدنية في اجتماعه الأسبوع الماضي مع معالي وزير العمل ومدير عام صندوق الموارد البشرية لإيجاد حلول لقضية الخريجات القديمات للعمل في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه سيسعى في لقائه الأسبوع القادم مع معالي وزير التعليم ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد والعمل لذات القضية، مؤكدا أنها أصبحت محل اهتمام الجميع. أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيانها الأخير المتداول عن شرب بنادول للرضع والأطفال أنه لم يتبين وجود خلل في المستحضرات المسجلة في السوق السعودي، وذلك بعد سحب عينات عشوائية من السوق للتحقق من استيفائها لجميع شروط تسجيل المستحضر. اعتمد صندوق التنمية العقاري دفعة جديدة من القروض بلغت 5839 قرضا لبناء أكثر من 7000 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشغولة بخدمات الصندوق. نعود بعد قليل ومعنا ثانوية الفتح بعسير الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا بكم. خطة استراتيجية متكاملة أعلنت عنها أمانة منطقة تبوك بهدف معالجة ظاهرة الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل حركة السير عند تقاطعات الشوارع الرئيسية بتحديد الأمان للتقاطعات التي تتطلب تنفيذ جسور أو أنفاق بقيمة إجمالية بلغت 650 مليون ريال. وستبدأ الأمانة في إنشاء 9 جسور للمشاة حددت مواقعها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في المنطقة وقدروعيها فيها الأبعاد الجمالية. ثانوية الفتح بمنطقة عسير تسجل إنجاز جديد في سجل عطائها المتميز، إذ حصلت مؤخرا على جائزة برنامج جلوبال بي إي لتكسب المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المزيد من التفاصيل مع فهد المسعودي. ها هي المملكة العربية السعودية تحقق إنجازا جديدا متمثلا في ثانوية الفتح بمنطقة عسير للمرة الثانية في برنامج جلوبال بي في بروتوكول دراسات التربة على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأدنى في بحوث التربة. هذه الأنشطة أنشطة لا منهجية يشارك فيها الطلاب خارج أوقات التعليم الرسمية، وهذه الحقيقة يعني التعليم يكون بالأنشطة أفضل من يكون التعليم يعني التعليم الروتيني اليومي. ثانوية الفتح بأبها حققت هذا الإنجاز الجديد للمرة الثانية، حيث تصدرت على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأدنى في بحوث التربة، وذلك نتيجة لعمليات الرصد في تسجيل البيانات المستمر فيما يخص الدراسات البيئية للتربة. تواصل
الطلاب قلوب البيئي في هذه المدرسة مع نظرائهم على مستوى العالم وعلى علماء ومع علماء البيئة في العالم كامل، وبالتالي يكون لدينا كم هائل من المعلومات البيئية يستفيد منها الجميع على مستوى العالم. لله الحمد كانت المشاركة فعالة وهادفة تهدف إلى إفادة البيئة والتعلم المزيد والمزيد. جهد عامين متتاليين تتكلل بالنجاح، وذلك من خلال التصدر في أبحاث التربة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأدنى. لبرنامج أخبار المملكة، فهد المسعودي، أبها. مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم يلفت الأنظار بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني عن حصوله على المركز الأول بين مطارات المملكة الداخلية في عدد الرحلات الدولية، والتي بلغت 4117 رحلة دولية في عام 2014، مواصلاً الاحتفاظ بمركزه للعام الثاني على التوالي. يأتي ذلك تزامناً مع استلام الشركة المنفذة لبنى المطار الحديث والموقع الجديد والتي ستطلق أعمالها خلال الأيام المقبلة. ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟ نتابع. حدث في مثل هذا اليوم لعام 2007، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أميرا لمنطقة مكة المكرمة، واستمر في منصبه حتى التاريخ 12 من ديسمبر لعام 2013 ليتم تعيينه وزيرا للتربية والتعليم بعد ذلك. ليلة ساخنة توجد بسطوع فريق العالمي للعام الثاني على التوالي. هذا الخبر وغيره في أبرز الأخبار الرياضية في التقرير التالي. توج يوم أمس أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم فريق النصر بكأس دوري عبد اللطيف جميل بعد نهاية المباراة الأخيرة للفريق أمام نظيره الشباب، والتي انتهت بالتعادل السلبي. تمكن الفريق الأهلاوي من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام الاتحاد في ديربي جدة، لينهي موسمه في المركز الثاني بدون خسارة، ويحتل الاتحاد المركز الرابع. حافظ الفريق الهلالي على المركز الثالث بسلم ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وضمن مقعدا في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على هجر بخمسة أهداف مقابل هدف. حصد نجم فريق الأهلي السوري عمر السومة لقب هداف دوري عبد اللطيف جميل برصيد 22 هدفا. حافظ السوري جهاد الحسين نجم فريق التعاون على صدارته لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف بصناعته لتسعة أهداف خلال مباريات الدوري. جولتنا في شبكات التواصل الاجتماعي. وطن وأبناء بعمر الزهور يسطرون أروع قصص النجاح والتميز. فإذا سئلتم ذات يوم عن طعم التفوق والإبداع في المملكة، لكم الحرية بأن تضربوا أروع القصص والأمثلة بالفريق العلمي السعودي، والذي شارك في أكبر مسابقة علمية عالمية والمقامة في أمريكا، والتي تضم 75 دولة. فقد حصد الأبطال المراكز الأولى لعدة مجالات. هذا التميز هو من دفع رواد موقع تويتر إلى إطلاق وسم استقبال المنتخب الوطني للعلوم لتشجيع أكبر عدد من أبناء المملكة على الذهاب إلى المطار واستقبال الأبطال. فهذا الإنجاز العظيم سيكافئه شعب أعظم. تلك هي توقعات الطقس لمناطق المملكة يوم غد. أني ألقاكم يوم غد كذلك بإذن الله. إلى اللقاء.